قبل سبب الاهمال من سكنه حي البساتين. الان احنا في هذه القوه احتجاجيه باش نطالبوا برفع الضرر، لاننا احنا ضرينا بزاف. احنا ما كنطالبوش باش هذا الوزير هذا يرحل من هنا، ولكن كنطالبوا باش يحترم داكشي ديال دفتر التحملات، يفعل يدير سميتو الفلترات، لان الاطفال ديالنا ولادنا والاحياء ديالنا وديورنا راه توسخوا، والرائحه الكريهه اللي الان كنشموها كما كتشموا نتوما الان، لكن ماشي الجواب ديالو قبيلات. حنا دابا ديال وقفه، وهو اطلق الشوديرات ديالو، يعني كيتحدانا. كنطلبوا من اعلى هيئه السلطه سيدنا باش يرفع علينا الضرر، لان السيد هذا واقيلا راه طغى. كنتمناو من السلطات المحليه، كنتمناو من جميع الهيئات المجتمع المدني والناس ديال البيئه باش يتحملوا معنا هذه المسؤوليه ضد هذا الوزين هذا. الله يجازيك بخير. اللي غادي نقول راه قالوا الصديق ديالي في الودادات الرحمه، قلنا احنا في الوداديه، ولكن الوداديه سالات، كان اللي مات وكان اللي رحل وكان اللي هذا ما بقاش خدامه. حنا هذا الوزير هذا المعمل هذا من 1998 وحنا معاه في الصراع. 15 الاداره اللي رسلنا، وعندنا الجواب هنا بانه هذاك البني اللي عنده تما عشوائي خاص يحيدو. عندي هنا الجواب عندي هنايا باش يحيد البني عشوائي، ما منهم داك السيتيرنات وداك الشيء اللي كان الداخل، وما داروا والو. حنا مضرورين بزاف، حنا ماشي ضد المعمل ولا ضد اليد العامله، حنا مع المعمل، ولكن يحيد علينا الضرر، يرفع علينا الضرر. انا تنعرف معمل ديال الزيت في بر رشيد، زيت العافيه، كيدير التكرير ديال الزيت وما كاينش لا ريحه لا دخان لا والو. مولاها مدير صاحبي شركه الدار ديالو هذه، كيعاودها لي ما كاينش، يوم مشيت شفت بعيني ما كاينش الريحه. هذا تعدى في الليل تيطلق، في الليل تيطلق، وبالنهار تيدير شي لعبات. وريت له هادشي بالليل تيطلق، اجي دابا في جوج الليل، وحنا جات اللجنه من الرباط فيها 27 واحد، وداروا التلوث في السماء بالنفافخ 3,600 فرانك، ما خلصنا فيها حتى ريال. جزاه الله بخير صاحب الجلاله اللي اعطى الاذن ديالو اللي مكلفه بالبيئه. صفطوا لنا 27 واحد، هذا التصور ديالهم كاينين عندنا هنا 27 واحد، ما منهم هاد الربعه هما اللي كاينين، هاد الربعه هما اللي كاينه، اما هادو الوداديه، هاد الربعه هما اللي جايين من السلطه، جاو من الرباط، ولقاو التلوث بانه كاين 300% ديال التلوث، ومعلوم، وعطاو 5 الكتارات في سيدي بوزكريك باش يهز، دار فيه الكارتون، عطاو 6 الكتارات في سيدي سليمان مول الكيفان، دار فيها القصدير، عطاو 81 كتار في فاس باش يهز هادشي كله، وما هالشي. السي الوالي اللي كان هنا قبل فاش جات الشل عام المسجد هنايا، قدمنا عنده قلنا له ودي هادشي المعمل، قال لينا بانه معمل عيشه ما تهضروش عليه، راه غادي يرحل، عارف فين غادي يمشي، تما حنا ساكتين. الوداديه تحلات ما بقاش خدامه، الناس تقريبا واحد 5 ولا 6 الناس توفوا رحمهم الله جميعا، بقينا حنايا ما كافيين شاك وسمحنا. وهو تيقول لهم كان واحد 4 الناس متقاعدين وهم اللي داروا هاد الضجه. حنا ماشي، حنا متقاعدين حقا ولكن مضرورين بزاف. وجزاكم الله بخير، وصلوا هادشي للسلطه المحليه، راه واقفه معنا مزيان. السلطه واقفه انا معنا مزيان، من القائد، من الباشا، من العامل، تنمشيو عندهم تيستقبلونا، تيعطيونا جميع الوسائل، وتيستدعيوه، ولكن ما تيجاوبش. شنو كان؟ الله اعلم. السلام عليكم. احنا من سكان الحي المتضررين، نطالب من السلطه المحليه ان ترفع عنا الضرر، وحنا ما تنطلبوش ان المعمل يغلق، تنطلبوا من المعمل انه يرفع الضرر ويعمل الوسائل ديال محافظه على البيئه وعلى الصحه وعلى رفع الضرر. يعني بالنسبه للمعمل اننا غادي قلنا بانه هو قدم منا، حنا حقيقه نزلنا على المعمل ولكن ما كانش بهاد الحده وما كانش بهاد الالات اللي الان نستعملها. نزلنا على ان المعمل كان يعني بواحد الصوره يعني خفيفه، انه ما كانش متوسع بهذا الشكل هذا، وثم ان المصبر اللي كان تيعمل كانت يعني شكل صغير. ثم المشاكل اللي كتعاني منها، المشاكل التي نعاني منها هي الدخان، الصداع، والتلوث. نطالب السلطه المحليه برفع الضرر، احنا ما تنطلبوش باغلاق المعمل.
حنا تنطالبوا برفع الضرر فقط، ولهذا بالنسبه للسلطه خصها تاخذ شي قرار بشان هذا الانسان. هذا راه هو فوق القانون، وحنا من 98 وحنا معاه في صراع. حنا كنا عندنا وداديه، وداديه الرحمه كانت معاه في صراع كبير، ومن اخر النتائج اللي حنا خرجنا منها معاه مع الجلسه ديال السيد الوالي اللي كان هنايا، يعني انه عطاه 80 هكتار في النواحي ديال واد جديده باش يرفع الضرر على هاد الساكنه هادي. في الوقت اللي مشى للمعمل وبنى البنايات ديالو لقى الماء قليل، قال ما قليل، وفي الاخير رجع لهنايا تيستغل الشرفه الماء يعني المحليه يعني. ولهذا الفرصه المحليه المائيه بالنسبه لهذا المعمل هذا انه هو فوق القانون، لا يراعي يعني الساكنه المجاوره له. ولهذا وبالنسبه للسلطه اننا عملنا مع عده جلسات، من 98 وحنا تنوقفوا معاه يعني تنديروا مع اجتماعات، ولكن بدون جدوى، حتى نتيجه ما كاينه يعني الداري على هذا هو باقي الضرر، باقي الدخان، باقي الصداع. يعني في الختام تنطلبوا منكم كنتم كصحابه مثلا يعني انكم ترفعوا الدعوه ديالنا والمشاكل اللي تنعانيوها، المشاكل اللي هي تنعانيوها يعني الساكنه كامله، الى الناس اللي هما مسؤولين على هذا الوضع هذا. انه تشوفوا حالتنا، كنسيقوا ما كيبان السياق، كنغسلوا ما كيبان غسيل، حالتنا لا بوليدات لا بكل شيء، راه حرام هذا حوسين من دايدير لنا حشومه عليه. عطينا عباس الفاسي اللي كان وزير الاول راه عنده. ايوا حشومه كاع، وحنا هذا وسخنا بذاتنا بمرضنا بصحتنا بوليداتنا بكل شيء، حرام هذا الشيء حرام. الله يجازيكم بخير. كنطلبوا المسؤولين يوقفوا معنا، ويوقف معنا الله سبحانه وتعالى كثر، الله يتولى. الملف ديال عيشه اللي عندنا فيها 15 اداره تصوب مزيان وتعطى للوزير الاول سابقا عباس الفاسي. كان هنا كان حمله انتخابيه ودينا له ذاك الملف، قال تهنا المعمل غادي نهزوه. اليوم هذا ما كاين والو. السلام عليكم ورحمه الله. بخصوص هذه الوقفه هذه، هي حركه مقصوده موجهه في ذات الوقت للمسؤولين ديال المعمل ديال الموس براس ديال عيشه، وفي نفس الوقت موجهه للسلطات المحليه ديال مدينه مكناس، السلطات اللي كتشرف على تنظيم وتأطير جميع النشاطات والأنشطة سواء الصناعية أو الفلاحية والقطاعية ديال جميع القطاعات سواء فلاحية أو تجارية أو خدماتية. كنتوجهوا لهاد المسؤولين هادو باش يديروا يديهم في الدينا، نوقفوا هاد الضرر هذا. حنا كساكنة حي البساتين وبصفة عامة مدينة مكناس، هذه ظاهرة خطيرة ديال تلويث البيئة اللي كلشي كيهضر عليها وكلشي كينادي باش نحافظوا عليها. على قلت الله أكبر، كناديو بعدم تلويث البيئة والحفاظ عليها، وهاد الناس هادو غاديين ضد التيار، ما فهمناش كيفاش. إذن كنطلبوا من السلطات باش ضرب بيد من حديد على هاد الناس، سمعتوا، على يد هاد الناس هادو اللي راهم ضارين هاد الشريحة العريضة الكبيرة ديال المواطنين. حنا جينا كمواطنين، نقولها ونكررها، ما تابعين حتى شي مظله سواء سياسية أو حزبية أو نقابية أو أي نوع كيما بغاو يكون. حنا كساكنة سكان متضررين، حنا غير نظمنا نفوسنا باش ناديو ونطالبو برفع الضرر. حنا راه ساكنين هنايا من 1976، راه ما تخيلش هاد العدد ديال السنوات اللي دازت في عذاب ودازت في معاناة كبيرة، لا من ناحية الدخان، لا من ناحية
الرائحه شي روائح ولات بعد هذا الاكستنسيون بعد هذا التوسعه اللي توسع وزين عيشه ولا سمعتوا كيقوموا بشي نشاط صناعي كتنبعث منه واحد الروائح كريهه جدا جدا. مره كتكون روائح كريهه وكاين بعض المرات كيكون روائح سامه راه كيضرونا حلقنا راه مرضنا سمعتوا كاين اللي مرض بالكواطر كاين اللي جاتو الضيقه كاين اللي جاتو الحساسيه راه بدون مبالغه وسولوا ربما ديروا تقصي وديروا تحقيقات وتحقيقات في هادشي وتشوفوا هاد الناس اللي عندنا وليدات صغار راه ملي كيبدا تكون ديك الريحه راه كلشي كيمرض نبقاو ديما غادي نجي عند الطبيب وعند الفرماسيان هادشي لا يطاق.